متقفش على حد، هتبقى كويس. لا بتقف، وانتي اكتر واحدة عارفة الموضوع ده. لو قصدك على كريم، الناس كلها عارفة ان انا نسيته وعشت حياتي. صح، ده انك كل يوم بتتجوزي واحد وكل واحد اسوأ من اللي قبله. جيب يوم تتسلي بيهم شوية وتضايق أمك شوية وبعد كده ترميهم، وآخرهم الغلبان اللي لسه خارج بره ده. مالكش دعوة، مالكش دعوة، أنا حرة أعمل اللي أنا عايزاه، ما تتدخلش في حياتي يا شريف لو سمحت. أنا ما أسمحلكش، أنا ما أسمحلكش تتكلم معايا بالطريقة دي. أنا آسف يا سارة، أنا آسف حقك عليا، أنا لا قادر ولا مستوعب أي حاجة بتحصل. حقك عليا. يوسف الملاك الحارس دايما ورايا بخطوة، لما بوقع نفسي في ورطة وأنا بعمل كده كتير هو اللي بيلحقني. هو أول واحد حس باختفائي أول ما خطفوني، راح البيت يدور على أي حاجة تدله عليا. لقى تليفوني، وعرف يلاقيني عن طريق عمر. مفيش زي يوسف. يا كارما، الباسورد المعقرب اللي انت عاملاه ده، تفتكروا محمد مهرب ممكن يكون عمل فيها حاجة؟ ليه لا؟ اللي يأذي مرة ممكن يأذي ألف مرة. عشان خاطري يا زازا اهدي وما تخافيش، كارما بخير إن شاء الله وما تأذيتش. اهدي بس عشان نفكر ونشوف هنعمل إيه. بقول لك يا زازا ما تقلقيش، طالما ما لهاش أي أثر في أي اسم أو أي مستشفى يبقى إن شاء الله سليمة. واسمعي اللي أنا بقول لك عليه، أنا ويوسف لفينا كل المستشفيات وكل الأقسام، وطالما هي كده يبقى هي في السليم. يا اخي الملف السعدي يا اخي. يا حبيبتي يا بنتي، انا اللي عملت فيها كده، يا ريتني ما حكيت لها عن ابوها ولا جبت لها سيرته خالص. والله والله لو حد مس شعره من شعرها لموت نفسي. يس فتح الموبايل، فتح يا بنتي الجنيه، فتحتيه زي ده في كابتن امل. دي لعبتي بقى. طب بصي فيه يمكن يوصلنا لاي حاجه. حاضر يا زوزو. هاتي كده اما اشوف اخر ارقام اتصلت بيها يمكن نعرف حاجه. عمر هدايه. عمر؟ عمر وصلها؟ يبقى عمر ده هو السبب ورا اختفاء كارما. ايوه بس عمر مش في مصر، عمر في قبرص. ماشي في قبرص، بس ليه الراجل بتاعه هنا امين ومش ناس اللي احنا عملناه فيه؟ عندك حق. راح فين يا زازا؟ خايفة على بنتها برضه. بقولكوا ايه؟ هو انتوا مش جمعتوا معلومات عن اللي اسمه امين ده؟ يعني سهل نوصل له؟ اه عندي قصة حياته كلها. بقولك يا جيم، انا عايزك تطور اللي اسمه امين ده، ولو عمر في مصر امين هيوصلنا ليه. قشطة كده، حاضر. أنا خايف، خايف أروح، أنا خايف كارما تكون ضحت مني. لا يا عمر إن شاء الله. لا تقولش كده، مش عارف، عندي إحساس إن مش عارف أخدها في حضني تاني. خلي إيمانك قوي واقتنع إن كارما هترجع لك تاني. يا رب يا أروى يا رب. عن إذنك 5 دقايق.
طيب طيب تمام، بعدين 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 ماشي اوكي. سلام دلوقتي. ايه يا مصطفى؟ برضه مش هتقولي سبب الخناقه اللي شفتها بينك وبين مراد؟ انت عارفه جوزك اوقات بيتجنن بسبب مشاكل الشغل، يعني عادي يعني، وعارفه ان انا بستحمله وبيرجع يروق، يعني كله في العادي. مشاكل شغل عاديه. امال هيكون ايه يعني؟ بس يمكن المره دي هو زودها شويه، اعتقد ان اعصابه تعبانه. هو محتاج ياخد اجازه طويله شويه. يا ريت تخليه يعني ياخد بعضه كده ويسافر اسبوعين ثلاثه في اوروبا. ويا ريت تسافري معاه، انت كمان فعلا محتاجه ترتاحي، انا شايف كده. غريبه يا مصطفى. من ساعه ما عرفتك وانت لما تيجي تكتب عليا توقف في نص الكلام وتقول الحقيقه وتقول لي انا ما اقدرش اكتب عليكي. المره دي مصر على الكذب. انت مش مصطفى اللي انا عارفاه. لا لا انا ما بكدبش، صدقيني يا صافي ده اللي حصل. دي كدبه اكبر من اللي قبليها. ولا عايزين اقول لك ايه؟ قول الحقيقه يا مصطفى. مراد عمره ما اتعامل معاك بالطريقه دي. مشاكل شغله كبيره لكن عمره ما وصل للدرجه دي. انت عارف يا مصطفى كده كده هعرف، لكن لو عرفت من غيرك هزعل منك قوي. لو في حاجة حصلت أكتر من كده كنت قلت لك. بس أنا كمان متفاجئ من رد فعله ده، هو يعني كان أوفر شوية الحقيقة، بس جايز أكون أنا ضايقته شوية كتير يعني، أو انتقدته في الشغل بطريقة ما كانتش صح يعني، زودتها حبتين. قولي لي أنت كنت جاية لي ليه؟ ولا تحبي نكمل كلامنا وإحنا بنتغدى؟ المكان اللي تحبيه. اوكي يا مصطفى. اوكي يعني اوكي؟ اوكي يعني ننزل ولا ما ننزلش؟ اوكي يعني؟ اوكي هحاول اصدقك. يعني ما ننزلش. ولا ننزل؟ يعني ننزل. يلا دورك يا مودي. حاضر. ايه الورق؟ ما ينفعش. ايوه بقى كونكي. نعم. طب وريني. اهو 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 وشكرا. ايه الحظ ده؟ أنا طول عمري بكسبك يا مودي، هو ده جديد؟ أنا وأنت واحد، بص أنا وأنت واحد بجد. وبعدين في إيه؟ هي الشلة اتأخرت كده ليه؟ ما كلمتش حد غيرك النهارده، ماليش مزاج خالص لدوشتهم واللعب معاهم. عايز أقعد في هدوء، أنا وأنت وبس. ده أنا لسه ما كملتش الجملة. تلاقي حد من الشلة برشط وعزم نفسه. أما أشوف. فين كارما يا مراد؟ مين دي يا مراد؟ انت تعرفها؟ طبعا يعرفني. قول لها قول لها يا مراد انك تعرفني من قبل ما تتولد. روحي دوري على بنتك النصابه في حته ثانيه. انا عارفه ومتاكده انك عارف فين طريق بنتي. قول لي بدل ما صرخ هنا واعمل لك فضيحه دلوقتي. يا اختي هو تلقيح جتت؟ ما قال لك ما يعرفش. بس يا بنت لاسفخك الا ما ارجعك بطن امك مره ثانيه. ايه ده؟ انت بتكلميني كده ليه؟ شش. يلا خدي شنطتك وغوري من هنا عشان في كلام الكبار هيتكلموا، ما يصحش العيال الصغيرين اللي زيك يسمعوا. يلا هوينا. معلش نودي، روحي انت دلوقتي وانا هكلمك بعدين. ها يا مراد
انا متاكده انك عارف فين كارما. قولي قولي هي فين، وديتها فين؟ عايزه تفهميني انك مش عارفه انها كانت داخله تنصب عليا؟ هو انا عبيطه اخلي كارما تجيلك برجليها ليه؟ خلاص العبط بيشر مني كده، مش عارفه الشر اللي فيك انت.